السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وانتم بخير. هل علينا هلال رمضان، يا اهلا وسهلا بالشهر الفضيل. احييكم انا عبد العزيز المختار من ساحه مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في اماره الفجيره. طبعا قبل لا نبدا برنامجنا مدفع الافطار اللي يعود لكم في موسمه الرابع، نحب نبارك لسيدي ووالدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيره، وكذلك الى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيره، والى جميع مواطنين ومقيمين الفجيره كل عام وانتم بخير. اليوم انا في مسجد ساحه الشيخ زايد طيب الله ثراه ومعاي شباب هنا، كل عام وانتم حياكم الله. طبعا سريعا قبل لا نبدا بفقرتنا اللي هي الاسئله، حاب نتكلم عن مدفع الافطار. مدفع الافطار بدت عاده مدفع الافطار في سنه 865 للهجره، وكانت في اول مره انطلقت في العاصمه المصريه القاهره، وكانت بالصدفه، كانت صدفة جميلة لما أمر أن لما أهدي للسلطان هدية مدفع وجربها وكان قريب الفطور. فلما بدأت العادة هذه وانتشرت بعد ذلك من القاهرة إلى جميع أقطار الوطن العربي والإسلامي، فعادة كانت جدا جميلة ومستمرة، يجتمع فيها المسلمين قبل الفطار يشوفون هذه العادة وينتظرون فيها الأذان. معي الشباب هنا، وحاب أنا أبدأ مع أول شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شو اخبارك؟ شو اسمك؟ احمد. احمد منو؟ علي. زين احمد، انا بسالك سؤال، في اي سنه اطلقت القياده العامه لشطه الفجيره مدفع الافطار؟ 2017 ولا 2017 ولا 2017؟ ما اعرف. يعني قول يعني قول 2000 وكم يعني؟ 2017. صح احمد جاوب صح، 2017، ولك جائزه عند القياده العامه لشرطه الفجيره، تقدر تاخذها عند الشرطي اللي موجود هناك. تفضل روح خذ جائزتك هناك، كل عام وانت بخير. مستمرين معاكم ومعاي بعد. السلام عليكم. سلام، كيف حالك؟ الحمد لله. طيب ان شاء الله. في اي مكان اطلق اول مره مدفع الافطار؟ في مصر ولا في مصر؟ مصر. في مصر، في القاهره صح؟ ليش تتعرف بشكلك ناسي صح؟ لك جائزة طبعا فطور، تروح أنت وأبوك تفطرون في فندق رويال إم، فطور لشخصين. تفضل، هذا فطور لشخصين، وكذلك معانا بوكس من مركز هانوفر الطبي. تفضل. كل عام وأنت بخير. مستمرين معكم، تعالي أنت البنوتة الحلوة تعالي، أنت صايمة اليوم؟ انت لو صايمه لازم انا اعطيك الجائزه على طول صح؟ على طول. زين، شو اسم وزير التسامح؟ هي اختك؟ حمد. زين سؤالكم بيناتكم مشترك، شو اسم وزير التسامح في دوله الامارات؟ الشيخ زايد. الشيخ زايد الله يرحمه ابونا كلنا، وزير التسامح الشيخ معالي الشيخ نهيان بن مبارك. صح؟ جائزتك بالقياده العامه. مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير، وتقبل الله صيامكم ونشوفكم باكر على خير، حياكم الله.